السلام عليكم ورحمة الله اللهم من الموجز الرياضية ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في هذه الأثناء السباق الثاني لهذا الموسم والذي يقام على كأس المرحوم عبد الهادي العفو وكأس المرحوم سيد شرف العلوي بالإضافة لكأس الصخير للجياد العربية وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة ويشهد السباق مشاركة 64 جوالا وسط توقعات بمنافسات قوية وخصوصاً في الأشواط الخامس والسادس والسابع للفوز بكؤوس الجياد العربية والسباق للنتاج المحلي والمستورد للفوز بالكؤوس الثلاث للسباق